ويل يومئذ للمكذبين. آية مخيفة تكررت 10 مرات في سورة المرسلات، فما الحكمة من ذلك؟ المرسلات سورة مكية أنزلها الله لتحذر المعرضين عن دينه المكذبين به سبحانه وبالخلق والبعث ويوم الفصل، وتتوعدهم بالعقاب، وفي التكرار تشديد للتهديد الرباني للمكذبين. ومن البلاغة القرآنية أن كل واحدة منها ذكرت عقب آية أو آيات مختلفة عن الأخرى، فلزم التكرار ليشمل الوعيد المكذبين بكل ما ذكر، كقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين بعد وما أدراك ما يوم الفصل، وقوله: ويل يومئذ للمكذبين بعد فقدرنا فنعم القادرون. والويل هو الخزي والعذاب، ذكر في السورة ترهيبا وتهديدا، وقيل إنه واد في جهنم فيه ألوان العذاب. قال ابن عباس: إذا خبت جهنم أخذ من جمره فألقي عليها فيأكل بعضها بعضا. وقال ابن كثير: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره.